زيد 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 رصيدك يلا 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 زيد رصيدك يلا 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 زيد رصيدك. بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله اوقاتكم بكل خير ويا مرحبا وحياكم الله في اليوم 25 من ايام برنامج زيد رصيدك، افضل برنامج في الشرق الأوسط والخليج. يا مرحبا حياكم الله. اليوم الأحداث مثيرة وعندنا أكثر من نقطة بنثيرها ونتكلم فيها، والجمهور مستاء من كم شغلة، واليوم بأخذ النقطتين أو النقاط الكثيرة مع النجمين اللي موجودين عندي هنا في الاستديو، ونرحب بأخوي علي. حياك الله علي. الله يحييك يبقيك إن شاء الله يا رب، وصبح عليك وعلى المشاهدين الكرام على العشير أبو شوق، وعليكم فزاعة. يا مرحبا. يا هلا بك. حيا الله أبو شوق. الله يحييك. منين تبغى نبدأ؟ من اي فقره قول؟ من وين؟ كيف حالك؟ طيب حياك الله. احنا اليوم بنسوي ميزانيه، الميزانيه كلامكم في كلام اليوم عشان ما يقول بعض الجمهور ولا الشباب يقول احنا دخنا معكم فنبغى نسوي ميزانيه. احد فيكم يعطيني كذا جوله في اليوم كامل وبعدين نبدا في النقاط الرئيسيه؟ عندي اكثر من نقطه. كيف جوله يعني مجمل احداث اليوم كامل؟ فقرات رياليتي، هذا اليوم كله يعني رياليتي. كان في لقطات رياليتي جميله صراحه، وانا تكلمت سابقا وقلت انه لما جاء مثلا فارس كسر الرتم وسوى لعبه قبل فتره. نعم. من جوا الفقرات كسر الرتم وجاب لعبه، اليوم بعد كسر الرتم جاب لعبه برضو. قلنا ان اللعبه هذه كانت جميله ليش؟ لان الجو كان رسمي، لكن لو الجو كان اصلا طهبل او جيت طهبلت زياده بننتقدك ذا كيف. ففي معادله شفره بسيطه الى الان ما وصلنا لها، كيف نوصلها؟ نوصلها بالنقد. يعني النقد احد اهم طرق التقويم في اي مجتمع بشري. طيب صل على الحبيب. اللهم صل. بعطيك خلينا نضرب لك كذا مثال كيف بعض المتسابقين تخونه بعض على قولهم المبادرات او العجله. خالد العميس سوى اليوم مبادره، لو ما طلع من البرنامج الا مبادره الام كان كفتها المبادره. حلو؟ ليته سكت. جاء قبل نهايه البث تقريبا الساعه 10:30 وراح جمعهم وتكلم عن موضوع الخميس والجمعة. يا ليتك، عفوا الجمعة الخميس والاثنين صيام. خالد اليوم كان زي سوق الأسهم، طلع فوق السهم بنفسه لما وصل أوجه. نعم وصل مكسب رهيب، خسر خسارة غير طبيعية. كان يقدر يطرح السالفة ذي ويسولف، كان يقدر أصلا يخرج من الموضوع ذا كامل لأنه سوى شيء اليوم جميل جدا. والذكي اللي إذا ضرب ضربة حلوة يقف يرجع يوقف. خلاص أنا ضرب ضربة حلوة لها بصمة أوقف. يعني الوهج لا ياخذك، يعني سويت شيء حلو اليوم بكمل. لا لا لا، مو المساله انا يومي هذا وبسوي كل شيء في يومي، لا. اليوم قدمت شيء، قلت لك الذكي قلنا شخصيات خطواته ثابته، يعني كل فتره يطلع لك بشيء جميل والباقي حاضر الحضور الواجب. حلو. لكن بعض الناس يعني مثلا من ذكاء الاعلامي يكون ذكي في المقدمه وذكي في الخاتمه، لان هذه اكثر شيئين يرسخ في اذهان الناس. كز اللقطة الأولى كانت خالد العميس جميلة، اللقطة الثانية كانت أقل بكثير بكثير من اللقطة. أنا ودي يجيبون انسيرت على الجدول، هذا جدول الإعداد. حلو. اللي أقاموه في الأسبوع هذا لبعض المتسابقين اللي لهم فقرات، تمام؟ فكان كل يوم فقرة المتسابقين، يعني بعضهم تتبدل بحسب اليوم على حسب الجاهزية، تمام؟ فكان العميس خالد اللي هو عنده أيضا فقرة، لكن شوف اليوم كل يوم لاحظ السبت في فقرة، الأحد في فقرة، الاثنين في فقرة باسم عدد الأشخاص يوضح اسم الفقرة وموقع الفقرة ووقت الفقرة. لاحظ أن بعد الجدول في بداية الأسبوع 8 فقرات، 39 فقرة الأحد، الاثنين 37 فقرة، الثلاثاء كل يوم عدد فقرات. اليوم, اليوم بالتحديد. طب هذا إيش؟ معليش أبو فزاع، هذا الجدول ليش سويناه؟ حلو علي. ليش تعبنا وسوينا وطبعنا أوراق فما سوينا؟ شوف الفقرات اللي صارت اليوم، صار في فقرة في العصرية لطويرش. العميس سوى الفقرة في المغرب كامل، فلاش موب هذه مع محمد آل مسعود كانت جميلة وكانت رسمية ومثبتة. بسام أكثر من يوم يتكلم، بسام اليوم كان في بيت الحكمة وموجود وحلو الصباح. إنه زرع نفسه في هالمكان بعيد عن الناس ممتاز، بس لا يكون حجر عثر في ركوده في الليل بس. لا يعني حلو. ومحمد الذهلي استغل يعني الفقره الصباح وقدم مبادره جدا جميله يشكر عليها اللي هي مبادره سمو، والله على قد يكون سبب من اسباب فوزه بالسفاره. مجيد سوى فقره، ورغم اني انا مستغرب ان عبد المجيد وهو رجل ذكي واعلامي
قاعدين نشوفه كل يوم. يعني انت عبد المجيد تقدر اول شيء تبعد عن الموضوع وتقدم شيء بدون ما تسوي فقره، وتقدر اصلا عبد المجيد تقدم شيء بدون ما تحشر نفسك في الفقرات، لان قاعدين نشوفك كل يوم تسوي فقره. الان ظل اربع فقرات صح؟ العميس لا، العميس عطى الفقره السادسه، اطويرش والعميس وفلاش موب وبسام ومجيد وفقره العميس السادسه، ست فقرات اليوم. عشان كذا عبد الرحمن المطيري وفارس مو اليوم، عشان كذا مو اليوم كله من العصر، بس هم من العصر من بدايه الظهر كانت كويسه انه بجلسه ظهريه كانت حلوه، مو بالعصر بعد، من تقريبا نهايه العصر المغرب يعني. فانت تتكلم عن ست فقرات في حوالي ست ساعات ترى. هم العصر لا دخل مع العصر السجن كان طويرش، لا بعد سوى فقره بعد السجن طويرش وبسام ومساعد سوى فقره بعد السجن. اي بعد السجن. فانا اقول تخيل فارس وفارس وعبد الرحمن قبل شوي يوم سووا رياليتي، يا جماعه الخير الجمهور ذا جمهور رياليتي، جمهور واقع يحب الواقع. اما الفقرات ترى الناس ملت منها، الجمهور يتابع بيت العطار، زد رصيدك اثنين وثلاثه واربعه وخمسه فزاع تمام 16 ساعه كل يوم، فعارفين برامج الواقع وعارفين وش يعجبهم. ما نقول ملينا الفقرات يعني وقف فقرات، مش على جدول فقره يوميا خلاص، فقره يوميا انت كذا مره بتجمل لي الهواء. ما حطيت فقره يوميا الا معناته ايش؟ ان عندك فقره جميله قويه لها ادائها لها اركانها الثابته على الهواء لها اهدافها بعد الفقره. طيب خلينا ناخذ فقره خالد العميس عشان نعطيها حقها، فقره الام تابعتها؟ فقره الام جدا جميله وكانت فكرتها جدا روعه، واخذ الاجوبه من الشباب وشارك معهم الفكره وادائها. خالد اليوم انا اقول لك فقره الام هذه سببت ضجيج ووهج خارج البرنامج جدا جبار. شكرا خالد على هذه الفقره، شكرا. بالرغم انه يعني احنا ماخذين بخاطرنا عليك على الشيء الاخر، لكن في الفقره هذه انا اقول زي ما قلت انت قبل شيء، لما طلع البرنامج لها بها فقره كفتك يا خالد. خالد ليته يدخل معنا في الكونفشن روم، هاني شيخ الفقره. سيار ذكي حلو. يعني انا عشان اوصل الرساله احتاج اني اذهب للمناطق التي يتفق عليها الجميع، واتمنى نركز على كلمه المناطق التي يتفق عليها الجميع او الاغلب. ليش اروح المناطق لا يتفق بها احد او مناطق فيها خلاف عشان ابرز عضلاتي فيها؟ هذا خلينا نقول من قله الذكاء الاعلامي. اليوم خالد كان نموذج من نماذج الذكاء الاعلامي، راح المنطقه موحد فيها الجميع جميل، بس فيها مشكله المنطقه دي ان الجميع يتكلم فيها، فاذا تكلمت بتكرار لن تاتي بشيء جديد صح. لكن هو جاء للمنطقة التي يتكلم فيها الجميع يعني يقبلها الجميع، لكن قدمها بطريقة لم يقدمها أحد. تصدق عاد الأم والله لو تكرر أو تسوي أي شيء يعني مقبولة الفقرة، بالذات أنهم معزولين عن أمهاتهم يعني من فترة ما كلموا. أبو فزاع مقبولة، لكن لو جيت قدمتها بطريقة عادية لا تكون فقرة ميتة، لكن ميزة. الجمال أن تقدم شيء مألوف بطريقة غير مألوفة، هذا الإبداع صحيح. وبعدين صراحة جواب محمد عثمان صراحة كان أنا درس. كان جواب وحش يعني، جواب أنا أقول يعني يدرس. محمد ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، روح ملهمة في البرنامج، الشباب المتابعين حتى والله الإدارة وبعض الإعداد لكل شخص في القرية هذه، إجابته كانت ملهمة. رجل ما شاء الله متحدث وجميل حديثة وراقي حتى في تعامل مع الأجوبة اللي تكون حساس على الهواء، فيكون ردة فعل على الهواء جدا جميل. محمد جميل. طيب نطلع تقرير اللي هو أحداث اليوم، نبدأ من بيت الحكمة إلى تقارير يعني أحداث اليوم كاملة. نطلع التقارير أو الأحداث اللي صارت اليوم وخلوكم معنا ونرجع لكم. صباحكم الله بالخير جميعا يا اخواني. بالنسبة للدنيا وغناءتها وبداياتها تنشي من ضعف وتنتهي الى كل خير. النفس طيب والخطايا محابيب والناس رواية الحديث حكيمة، ما تخلي احد. كل نفس ذائقة الموت. ترى الموت يا اخوان هو الغائب الوحيد اللي عارفين انه بيجي. يقول مصدحة عديت روس الطويلات وهيضت في راس الحجام طرالي، تسابق الندموع عيني غزيرات وصفقت بالكف اليمين الشمالي. حمار تحت نور القمر كانها الياقوت. مصيبة الموت مو بموت الرجل، كلنا بنموت، ولكن المصيبة انها انقطاع العمل هذا. أحسن. انقطاع عمل اخوك، انقطاع عملك انت، هذه المصيبة. حضرة القاضي
إنني قد عفوت عن هذا الرجل خربتت وأخذ صرة فيها 500 درهم وسلمها إياه. قال له ما هذا؟ قال ببركتك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارح. يلا 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 تتبارك من ذاق طبختك اعتمدها لو يا تليدين اتمدها. أيوة من ذاق طبختك اعتمدها أسكن يا عمر تتحدانا أولا واللي تحدى أولا. خلى عليك يا حبيبي الله ما ردك الا السجين يا وائل خواجي. يعني هي تبغاني يقولوا انت امي بس انا نسيت النص. انا اقول ابي تامل وانا ما هم 3 مرات يا خالد ثالث مره رابع قدر قلنا تنفضني ذا المكان الى اليوم والله قدر زي هذا. مساعده الناس واسعادهم كانت ولا زالت من اكثر الاشياء الجالبه للسعاده والطمانينه ومن اكثر الامور المفرحه ومن اشدها بساطه. راكب لا ماشي يا السجن يا عمر ماشي لقط عفشك يا خرباشي يا لا لا يا لا لا يا لا عفشك يا خرباشي. هلا السجن يا والخواجي بإذن الله وانت ماشي لا 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 يا مرحبا حياكم الله. رجعنا لكم بعد تقرير بيت الحكمة والمطبخ والفقرات اللي صارت وفي تغريدة عندي هنا جميلة جدا تستاهل انكم تعلقون عليها. هذه المتفائلة تقول كلام اليوم متناقضين في كلامهم بداية البرنامج اشغل المتسابقين يبون فقرات يوم شافوا الهاشتاج قاموا صفوا مع الجمهور هاني. طيب انا اقول لك وش المشكلة. مشكلتنا لا نقرأ الكتاب كاملا. بمعنى لما تشوف واحد نايم تقول له طول حياتك نوم انت اصحى صح؟ طبيعي؟ حلو. بعد فتره تلقاه سهران تقول طول حياتك سهران. انا لست متناقضا. انا احاكي حالك. انت كنت نايم قلت انت نايم، لما صرت سهران قلت لك سهران. فحنا هنا جالسين نحاكي الحال الذي يراه الناس، بس المشكله تعرف وش هي؟ المشكله اني انا يعني يقولون عين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. لما أحبك ما أشوف منك ولا عيب، لكن لما أكرهك ما أشوف إلا عيوبك. بمعنى أنا من جمهور فواز. طيب فواز لو فواز أحرق الدنيا كلها. لا أكيد فواز طيب، أكيد فواز في التماس كهرب في الحرب، أكيد في التماس كهرب، أكيد فواز مسكين، أكيد مو فواز اللي يضغط الزر انضغط لحاله، لأني أحب فواز. لما يصير العكس جميل. ايوه هذه المشكله. القضيه الثانيه لما واحد يتكلم على فواز لاني انا من جمهور فواز وشجع فواز ايش يصير؟ يصير حاقد عليه ومندس ضده وما بس انت جميل النقطه اللي وضحتها. كلام اليوم يتغير بتغير اليوم، هو انعكاس ما هو ثابت. ايوه ان كثرت فقرات بنقول لك تراها كثيره، وان الفقرات اختفت نقول وين الفقرات. على فكره ترى احنا لو صرنا نكرر نفسنا 100 يوم ما الفائده. طيب خالد العميس معنا ونبغى علي. خالد طيب. صباح الخير. صباح النور، حيا الله ابو غزال. شو اخبارك يا خالد؟ الله يطول عمرك يا هلا. كيف امورك؟ الله يبقيك ويسلمك. كان ابو فزاع عندي بس مداخله قبل ما تتكلم. الوقت لك. الله يسعدك. اول شيء فانا اعتذر من منيف والشباب عن اللي صار اليوم، فانا والله ما كنت ابغى اللي صار يصير، بس اللي ابغى انوه عليه اني قبل ما تنوه يا خالد عشان برضه يمكن كلامنا يكون مكرر. اول شيء أيوه. الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يسعدك وشكرا على مبادره الام اللي ادمت القلوب والعيون. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. الفكره كانت معده سابقا اي، واخترت انت الوقت هذا يعني خايف من ابراهيم. اليوم اي لا اليوم بالذات لا. طيب جميل، ابى اترك علي يبغاك في موضوع وبعدين ربك خالد. تفضل معك علي. صباح الخير يا خالد. صباح النور والسرور. اسف قبل يومين سويت ريمكس وخليتك احمد. عادي عادي. الله يعطيك العافيه. عادي يلا. بس نقطه بسيطه، البعض يعني يعتقد انه احنا يعني كنا معارضين على فكره فقره الصوم. الصوم لها يعني من اركان الاسلام، يعني شيء ركن اساسي في الدين. احنا نقصد كفقره وليس كفكره انه الصوم كيف تقدمه. لكن أكيد. كفقره انه كفقره الام لما قدمت اليوم كانت جدا جميله ورائعه ستك. وامتعتنا واشبعتنا في خالد اليوم من ناحيه الفقره. فتمنينا انك وقفت بس على الفكره عشان ما تنزل نزول تستاومك الشباب
بعض بعض ذكر انه خالد ممكن يبغى يتصدر بعض المجالس في وجوده. كم فقره في يوم واحد؟ ممكن لو استفردت بهالفقره في يوم في هاليوم يعني كان بتكون لك جميل جدا الى الاسبوع القادم، حتى لو بعد القادم تقدم فقره ثانيه او في ليله اخر. على العموم اللي راح واح هو تنبيه بسيط، اتمنى لك التوفيق. النقطه هذه شوف ذكرتها انت الان واعتذرت لمنيف وسعد، كانوا مستائين على الهواء وطلعت عليهم انسرتاتهم ايضا مستائين لهم منيف وسعد. ممكن وربما ذكرها امس منيف البعض يمكن اعطى الرجال فرصه يتكلم، ما شاء الله عليك خمس دقائق تراك. لا ابغى اخذ راحته. تفضل. لا خذ راحتك، كمل اللي خاطرك ومات بعدين البطل. بعدين ارد عليك ومات البطل. طيب صل على النبي. اسلم. انا في نظري ان من الغباء نحرق ورقتين في نفس اليوم، هذه اول نقطه. بس انا اضطريت لهذا الشيء يعني غصب عني. ونقطه يعني بدون توضيح. لا لازم توضيح. لا بدون لا لازم توضيح. يعني فقع وجهك شاف في غرفه قالت لان الاعداد قال لك الفقره الثانيه لا تسويها وسويتها. انا جالس مع الاعداد عشان الشباب ما يلومون الاعداد قالوا لا تسويها. لا صل على النبي. هو كانت فعاليه المبادره الام كانت يوم الثلاثاء. ممتاز. بعدين تأجلت إلى يوم الخميس بالقرعة طبعا. أيوة بعدين تأجلت إلى يوم الخميس، وبعدين خبروني أمس إنها اليوم. صح. فهمت؟ مذكورة في الجدول إلى الثلاثاء. أيوة بعدين كانت اليوم. وأنا كنت مرتب من قبل مع الإدارة ومع الإعداد إنه يكون يوم الأربعاء فيه مبادرة عن الصيام الاثنين والخميس. فاضطريت لانه كان في ترتيب. خالد فطور بالتحديد. يا خالد عشان تكون دقيق في كلامك، كانت كلمه في المسجد ما كان لها جمع ولا شيء بعد صلاه العشاء. ايوه بس انا ما امداني وقت صلاه العشاء. لا تحشر اخوياك. انا ما امداني وقت صلاه العشاء، بس اذا كان المشكله عشان اخوياي فانا ما قد ابثرتهم الايام اللي راحت. يعني لو جينا الاصل انا ما ابثرتهم الايام اللي راحت كثر مبادرات. خالد دقيقة. أنا اعتذرت منهم. اسمح لي يا خالد اسمح لي عشان يكون كلام متواضع. الأم نشكرك عليها وجزاك الله كل خير. الله يسعدك. خلصنا منها وأثرها راح يستمر. اللهم أما يكفر. موضوع الفقرات عشان على فكرة، لأنك أول شيء تضر زملائك وتضر الإعداد قال لك لا تسويها وأنت قلت بتسويها في المسجد وهذا الصح. أيوة. هذا الصح. أيوة أنا كنت بسويها قبل مبادرة الأم، بس أنا كان عندي موعد سنان وكذا فتأخرت. الأم قلنا أوكي. تأخرت فهي تجمعت، يعني اضطريت أني أسوي الثنتين. ما أنا اضطريت يعني أنا مقتنع بالأصل أنه مفروض أني ما أجمع مبادرتين في نفس اليوم. هو بس هو يا خالد. واعتذرت للشباب خالد حبيبي. خذ معك هاني، ونواضح أنك شفت الأسلوب ذا يا خالد جميل جدا، بس يا خالد ترى الناس تبي تتنفس شوي. اي بس هذا معك ابو شوق. ابو فزاع حبيبي. سم ابو فزاع. سم انا اتكلم عن نفسي، انا ما سويت مبادرات من قبل كبيره وجمعت الشباب. سويت ست مبادرات عن سمو. انت سويت ست مبادرات عن سمو كثير. طيب اي عن سمو انا اتكلم لك، وما جمعت الشباب كلهم فيها. كنت اجيب خمسه من الشباب ونسوي هذا الجميل مبادره معينه. بس انا كنت فعلي مبادرة الصيام، أنا سعيت إني أجمع الشباب عشان توضح لهم الصورة ككل. هذا الهدف. خالد حبيبي ترى هذا الجميل، إنه يكون خمسة سبعة ثمان أشخاص فقط، مو لازم تجمعوه كلهم في زاوية. أيوة بس أنا مبادرة الصيام أنا حبيت إني أبلغ الشباب ككل، حبيت أبلغ الشباب ككل. حاولت أناديهم فشفت منيف زي ما تقول نفس وكذا من ناحيه الفقرات وكذا، فاعتذرت منه. يحق لمنيف يتنرفز؟ بس ما هو الخطا مني. من مين؟ هو الخطا ما هو الخطا متراكم. يعني ايوه الخطا مو متراكم. هو الخطا متراكم. خالد يا بعد راسك. كيف متراكم؟ كيف معلش؟ لا انا اتكلم عن نفسي. انا كان سويت مبادره سويت هذه المبادرتين اللي جمعتها. حبيبي الله يرضى عليك، عشان ما نخلط الامور. قلنا شكرناك على المبادره الاولى. سؤالنا عن نقطه معينه. انت سويت مبادرتين. ايه. واحده معدلها والثانيه من راسك. حلو. اخطيت، تاخرت، ما سمحتك الظروف، لكن سويت
وهذا شيء ما كان متفق عليه. ترى يسعك أن تقول مثل ما قلت في البداية أنا أخطأت وأعتذر، لا تجي مرة ثانية تقول لي أنا ما أخطيت. خلك على كلمتك الأولى عشان نقفل الموضوع. إيه وأنا أخطيت بيض الله، بس أجلس بس هنا وقف. لا لا بس لا صل على النبي، أنا ترى ما تصلح أخطيت وما أخطيت. لا ما تجي خالد صل على النبي. خالد حبيبي شوف أنا أبغى أتكلم، أنا أخطيت خالد إني خلي يقول أنا أخطيت، أحرقت زي ما تقول ورقتين أو مبادرتين في نفس اليوم. أيوة هذه النقطة الأولى. أيوة حلو. بس الشيء الثاني أنا اللي ما أخطيت فيه من ناحية مثلا فصلة الشباب، يعني بعض مثلا منيف أو غيره، يعني علي أنا مفروض أنا ما يفصل علي. أقول لك إيش تقول؟ لأن مالي أنا مالي. أقول إيش تقول؟ في أكثر من واحد أنا أتكلم لك، في أكثر من واحد. أول خالد ثاني جمع الشباب في اليوم ثلاث مرات أربع مرات. خالد تمشي تقول أنت؟ تمشي يدخل الموضوع. تمشي يقول هو أبو زميل. تمشي يقول يقول أنا أخطيت على نفسي لأني حرقت ورقتين مني في نفس اليوم. بس على الشباب كيفهم؟ دقيقة كيف؟ ما تعتذر من احد، هذا حقي. انا اعتذرت للشباب كحب فيهم، يعني انا اعتذرت كاني يوم شديت الكلام مع منيف، ومنيف عزيز علي، المفروض اني ما شديت الكلام معه، بس دخل ابليس في السالفه يعني. طيب الان راح ابليس؟ ايوه اللهم لك الحمد. لا والله قابلت منيف واعتذرت انا وياه. اعتذرت من منيف ولا من نفسك؟ من نفسي لا مبسوط، انا من مبسوط. نفسي طيب مبسوط. شكرا شكرا على ادبك وعلى اخلاقك واعتذارك والله يعطيك وعلى صراحتك بعد. شكرا الله يسعدك. ها ليه ما انت ما بعجبك الكلام مره؟ ما بعجبك ليه؟ ما بعجبك معليش. الان الرجل بدا بدايه جميله ورائعه وقال انا اعتذر من الشباب، ليتك شفت اليوم، هذه ثاني مره اقول لخالد ليته سكت. لو سوى مبادره الام وقف عليها بيض الله وجهه. اليوم دخل قال كلام رائع وجميل جدا، ليته سكت بعده. يعني قال في البدايه اعتذر من الشاب، ثم بعدين قال انا ما اخطيت على الشاب اصلا، في غيري سوى ثلاث مبادرات وانا بسوي ثنتين. ننتقل دقيقه بس في الزعل. وعلى المبدا هذا وشو؟ انتم سويتوا ثلاث انا بسوي ست، وانت سويت ست انا بسوي خمس، وما علي بالهوى. احنا وضحنا النقطه. طيب اليوم جمعيه سمو طبعا عملت تصويت على اساس اختيار السفراء، ورشحوا ستة للجمهور، وتم اختيار ثلاثة من الستة. اختاروا في المرتبة الأولى عبد المجيد، المرتبة الثانية الذهلي، والمرتبة الثالثة وائل خواجي. تعليقك يا علي. أنا أقول ألف مبروك للثلاثة ويستحقوا، وخير من اختاروا وائل ومحمد الذهلي وعبد المجيد، وخير من اختاروا من سيذهب إن شاء الله بإذن الله يكونوا سفراء لهذه الجمعية. ألف مبروك لهذا الشباب. أنا أذكر لها أحد الشباب في الجمعية يقول هؤلاء الثلاثة ما شاء الله عندهم التصويت جدا جبار، تفاعل من الأسبوع الماضي جدا جميل. أنا أقول ألف مبروك، لكن أنا استغربت من حاجة أخرى، وجود بعض الشباب واستنكارهم على التصويت بعد الهوى عند أحد الشباب في الإعداد، وعدم أيضا لاحظت عدم تقبلهم النتيجة على الهوى. لكن نقول في الأول الأخير ألف مبروك للثلاثة. جميل. هاني أنا بقول نقطة. أول شيء نفس السنة الماضية تكررت الفكرة، فريق الإعداد ليس مسؤولا عن اختيار مبادرة سمو، اللي يختار مبادرة سمو هي الجمعية نفسها. جيد، أتمنى توضح هذه النقطة. لا تمنشرون فلان ولا فلان من الإعداد، ما لنا أي علاقة. هذه شريك البرنامج اللي هو الجمعية الخيرية بيض الله وجههم، هم اجتهدوا ووضعوا رقم خاص فيهم وصوتوا. الناس تقول أنه في ناس قدمت مشاريع وناس حرمت من تقديم مشاريع، فالمعادلة غير مكيركة. هم قالوا لما وقفنا المشاريع نسينا تقييم المشاريع كلها، فقيمنا على التصويت فقط. واضح؟ على التصويت فقط. يعني لا يجي فلان يقول هم مش على التصويت فقط. ايش؟ مش على التصويت فقط. هم يقولون لا الجمعية، انا قاعد اقول اسمع السلطان، مش على التصويت فقط. لا لا لا، 50% تصويت 50% لجنة. اي لا اصبر، لا احنا نتكلم عن المشروع، المبادرات، المبادرات. جميل. بس المبادرة هي عشان الشباب والجمهور يفهم، هي 50% تصويت. بقول لا انا اقصد المشروع اللي قدموه الشباب، المبادرات. في شباب يقولون احنا جينا نقدم مبادرات، حلو، جت الاداره قالت وقفوا. حلو. اللي صار وشو؟ ان مبادرات سمو زادت،
وخلت وقت ريالتي. فالجماعة قالوا طيب في ناس قدمت مبادرة وناس ما قدمت مبادرة، قالوا خلاص نقاط المبادرة نكنسلها عن الجميع ونصير ايش تصويت. على فكرة اللجنة وش سوت يا ابو فزاع؟ اللجنة اختارت من اعلى 6 تصويتا، واضح؟ حلو. وفعليا ترى ما ابغى اقول اسم، ما ابغى اقول ارقام يعني، بس فعليا ترى اللي اختيروا هم الاعلى. وانا بعطيك معلومة مفاجأة يعني، محمد الذهلي من اعلى الشباب تصويتا، من اعلى الشباب تصويتا، وتصويت محمد الذهلي جاء من دول، من اوروبا، من دول الخليج، من السعوديه، شمال افريقيا. مبادره محمد الذهلي هو مسوي حلقه تحفيظ قران في القريه، هي اساسا مبنيه على مشروع الجمعيه نفسها. ايوه الجمعيه طبعا لو فرضنا ان محمد كان في ترتيب الستة كان السادس. ممتاز. ليش اللجنه اعطت 50% مثلا؟ لو فرضنا راح تعطيه لان الرجل يقدم رساله مهمه للجمعيه. واضح الفكره؟ طريقه غير مباشره بفكره اللي هي الحلقه. انا اتمنى من الناس تكون واضحه. المشاريع واضحه، المشاريع اللي قدموها المتسابقين في اول برنامج وبعضهم ما قدموا، الجمعيه قالت عشان اختار اختيار صحيح ابى الغي نقاط المشاريع دي كلها. طيب تبغى كلمه حق؟ من وجهه نظري يحق للمتسابقين يزعلون. ليش؟ لان هذا قران وهذا جمعيه. يحق لي ازعل من باب اني ابغى انافس، بس ما يحق لي ازعل على اليه وعلى اختيار، لكن هذا يدل على الخيريه اللي فيهم. انا اتوقع انهم كلهم يبغون الخير وهذا اللي خلاهم يتنافسون. تأيدني هاني؟ لا. ليش؟ أكون معك صادق؟ إيه؟ أنا لو أبغى نافس على الخير طريقة زعلي مو كذا. كيف تواني أزعل؟ أدري، بس أنا جالس أشوف قبل شوي تحت الهواء 45 دقيقة ماسكين واحد من شابينا تحت الهواء على الهواء لا وتحقيق وكيف وشلون. حرص يا علي، حرص على القلعة ولا على خدمة القرآن؟ ما أدخل في النية هنا. أنا أسأل وأنا ما أدخل في النية. أنا أخذ الأمر على 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 انطباع الجيد، وأقول نيته إن شاء الله إنه وش الخروج وش الميزة. ترى بعد 3 شهور كلهم بيخرجون من البرنامج. لا بس لكن يبغى ينافس، يبغى يتميز، يبغى يساهم، يبغى يكسب أجر. الله يكتب أجر. الناس تدفع ملايين عشان تكسب أجر. الله يجزاهم. إذا كذا على نيتهم كذا نقول الله يكتب أجر إن شاء الله. إيه بس الله يكتب أجر. إذا على نيتهم ذي أنا أقول إذا نيتي يا رب إن ما تكون نيتي. أنا أقول ما في إن شاء الله. أنا أقبل الزعل هذا والإشكالات هذا والنقاشات الطويلة هذه لما يكون في برنامج أو مسابقة أو شيء زي كذا. إذا قلت لي عشان لخدمة القرآن، ممتاز، لخدمة القرآن، أنا يهمني أن يخدم القرآن بيدي أو بيدي عمرو. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم. واللي يستشعر هذه المنافسة يعرف أن الرجل قد يبلغ بنيته ما يبلغه أناس بأفعالهم، وإلا عموما أنا أقول أنا وجهة نظري وكل طرح وجهة نظره، الشباب حريصين يقدمون الخير ولا يبغى غريب يعلم. زد رصيدك 6 أمانة من أكثر الشباب بادروا في الجمعية الخيرية بشهادة زياد نفسه كان هنا الله يذكره بالخير، قال هم كانوا يبادرون أكثر منا. قلت بنطلع تقرير، قلت الصوت الأعلى في برنامج زد رصيدك 6 هو الصوت النقي والطاهر والمقدم للجمعيات، هو الصوت الأعلى. جزاك الله خير. نطلع تقرير للفقرات والرياليتي ونرجع لكم. ما شاء الله على ابوي. قل ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يا عم. واه الاول وش اسمه هذا؟ ايه شو اسمك؟ شو اسمي؟ انت سميتني قبل سنه محماس. محماس ولا دعاس؟ اضحك يا ابي. ما بدك بيبا. والثاني ترى علم امي ضربتك والله. علم. تفضلوا يا شباب عشان نوزع الوظائف. خادم المسجد. خادم المسجد. انا استلم الدرع الوظيفه. طول عمرك كيف البسه؟ فارس البشيري. صفك صفك صفك. اصرف تحيه اصرف تحيه. السلام. والله سقعت وجهي. مبروك فارس. مهندس النظافه عمي طويرش ترقى لي من عريف عريف اول. طال عمرك. كابتن ماجد. مبروك طال عمرك طلعنا النفط من تحته. يا لو سمحت انت يا ميراس هذه صالح الزيري هنا رئيس بلديه محترم قاعدين يسمع كلامك انت وياه وتتمثلون عليه. تفضل برا انت وياه. يلا يلا. بقول لها انا اليوم الحمد لله وصلت في مرحله اني انا افتخر بنفسي فخر كبير. انك تسمع سواليف اهل منا بدات تسولف. اسلمي اسلمي اسلمي. هذا الموضوع ياثر فيني بشكل ما تتخيله. وتضم شفاها وتنادي يا أمي ماما يا يما يا يما.
أخي الأم لما تغيب عن البيت يومين ثلاثة، مكان جلستها الصالة، يا أخي تحسه مظلم. قوة الأخلاق يا جماعة تجعل من الإنسان رجل مختلف. صح. زين؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاد الأمة بأكملها بحسن خلقه. للأسف أنه في بعض الناس يظن أن القيادة تستلزم عليه شيئين، العصبية والظلم، علشان يصير رجل قوي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان رجل قوي وما كانت عنده شيء، ما كان عنده شيئين هذول. إذا أنا مخطي يا بندر علمني. إذا أنا لا لا معلش إذا أنا مخطي يا بندر يا رجال هذا مو هذا عقله في شيء عقله اليوم لا لا معلش لا 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 بندر بندر يا شباب هذا مشهد تمثيلي ترى عمر الملحم خلينا أسمع كلامي للأخير. مشاكلكم في القرية زادت، ثاني مرة أقول لك ابن دفنة مالك دخل. أول شيء الممثلين حق القرية وينهم؟ أنا ما قلت لك تجي هنا، ارجع ورا. طيب بسام عذرك ما عندي فرصة، ما عندي فرصة، هذا ما يمشي، يا تغير وضعك يا تنخصم. مرحبا حياكم الله ورجعنا لكم. يا ليتنا ما علقنا على مبادرة الأم، لأن يوم تجددت الآن في التقرير صراحة بودي لو أكبر قدر من الشباب يتجمع معنا في الكونفشن الروم، لأنه صراحة ودي نشكرهم. هاني شفت المبادرة هاني جميلة جميلة، شفتها أصلا على الهواء يا أخي جميلة، وتوقع أن اللي فاتته لازم ما تفوتوا على اليوتيوب يا أخي. الطنطاوي نقل مرة قال أن أصدق الأحاديث حديث الحب، وأظن ويعلق على هذه المنقولة ويقول ولا أظنه صادقا إن أصدق الأحاديث هي أحاديث الذكريات. ما بالك في هاللقطة هذه كان فيها حديث حب وذكريات، أنت تتكلم مع ناس بعيدين عن أمهاتهم لهم فترة، وبعضهم فاقد أمه، فتتكلم عن أصدق حب في الوجود. أصدق حب في الوجود هو حب الأم لابنها، ما في أصدق منه، حب بلا مقدمات وبلا طلبات وبلا شيء. وتكلم عن الذكريات، اجتمع أقدس الحبين في 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 هاللقطة هذه. أبو الوليد ولا وليد؟ أنا كنت أقول بيتين العام الماضي، فكانت الوالدة تستأنس إذا قلتها، بس بعيد عشانها قديم كنت تسمع الحين. أنا أقول احكي وأنا بقول مهما الحكي طال، لبيه يا شريان قلبي وسمي، عشان كمي تبين أصير رجال، لكن أنا رجال عشان كمي. فأنا الواحد أكيد يفخر بوالدته ويفخر بوجودها جنبه، ويفخر أنها تكون هي وقوده في الحياة ودفعه للأمام. فالأم أنا أقول علامة صعبة في البيت وفي المجتمع وفي التربية، فأنا أقول هي النقطة الفاصلة في كل جميل. تربية شخص. لو تفتحون لكم في شروم أظن الشباب كلهم موجودين، إحنا ودنا نوجه لهم صراحة شكر. في ناس قافل المايكات عادي، يلا اللي جنب بعض خليها، بس خلينا نشوفهم يستاهلون. يا جماعة الخير في مقولة ما يزال الرجل وشوف الشباب. شكرا يا شباب. شباب الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية يا شباب. أكبر واحد. فارس فارس. الله يقلع مخ إبليس. والله. بندر بندر العلي. بندر العلي تسمعني؟ مع أنني أسمعك. بندر. نعم نعم. يمكن تكون أنت أكبر واحد من الشباب زين؟ أكبرهم يا رجال هبلوا فينا، وش أكبرهم؟ لكن في مقولة تقول ما يزال الرجل طفل حتى تموت أمه. اليوم نعم. كلامك يا بندر والله العظيم كأنك أصغر المجموعة. صادق. الله يطول في عمرك. عطني شعورك يا ولد. دخلي أبطلع بندر. نعم سم سم. الوالدة كم لها نصيب من سبب مشاركتك في البرنامج؟ أنا أتوقع 100% لأن دعواتها. والشباب اللي عندك كلهم؟ سم 100% 100% 100% 100%. هاني يعطيكم العافية شباب شكرا. هاني أنا أتوقع أن 100% مثل ما ذكر بندر 100% الشباب جزء كبير من مشاركتهم بسبب إرضاء أمهم، وبسبب أن أمهاتهم يحبون يشوفونهم في المكان اللي حنا فيه. اجتمعت الحسنين، عمل تحبه وتحب أمك، يعني إذا كنت تحب الإعلام وتحب تقدم رسالة وأمك تحب هذا، وش حظك؟ وش حظك يا علي؟ اي والله عيد البيتين عشان امك، بس امي تقول لا تطلع اخر الليل عشان ما تبرد الظهر ننقل كلام اليوم للظهر. المبادره جدا جميله، وانا صراحه وخلينا نقدم اعتذار لامهات المتسابقين، احيانا
اقول له يعني اكيد اكيد بعض النقد لبعض المتسابقين او بعض التوجيه يمكن يزعل بعض الامهات، ولكن هي المسابقه كذا، وفي الاخير احنا مثل المعلم يشد على الطالب يوجه الطالب، في الاخير قد اصلا يتساهل معه في بعض الامور لمصلحته. انت معلمنا ابو هزان، جدنا الله يطول عمرك. المعلم ايش دخله في الجد؟ يعني الجد اكبر حرص، الجد يقدر يصير معلم والله. اتوقع فزاع ان الناس يعني اللي تتابع البرنامج، احنا طبعا نعول كثيرا على فهم الجمهور وذكائه. الناس تابعت النسخ الماضيه من ايام مجلس النقاش وليالينا وكلام اليوم، يعني احنا في اللي شارك بفزاعين كنت شاركت فيه اغلبها، هم ترى اصدقاء المتسابقين بعد البرنامج، اصدقاء ترى نسافر مع بعض والحمد لله. جزء ثلاثه اللي ما شاركت فيه يعني، وهذا من حسن حظي. اللي هو بس جيت لقيت كلمه في المسجد ومشيت. سبحان الله. طيب هذا كان الوحيد اللي كان عندي دروب برنامج. طيب علي، شفت الكاركترات اللي سواها مساعد وطويرش ووائل وبسام؟ انا جابتني التحيه حقت الطويرش حقت جكي من بلا صك اللمبات فوق نزل ما شاء الله تبارك الله لا اله الا الطول. انا اقول جميله ما شاء الله تبارك الله. هل تأيد كاركترات الناس ما تمل من الكاركترات؟ جميله بالعكس يا اخي، كسر روتين. انا عندي شخصيا كسر روتين، يعني تسليم الزهير اليوم للموظفين جدا جبار. الزهير خطير اليوم، سوى جلسه للمقر البلديه وحركات، سوى فكره كيف اسلمهم اللبس ووظفهم بطريقه غريبه وبطريقه كاركترات وشيء جميل وبتمثيل. زائد جكي اليوم كيف توارد مع مساعد وبسام، فجميل فكرة الكاركترات توصيل رسالة معينة، مثل تعيين البلدية، دخول السجن، دخول المطبخ، تطبخ بكاركترات في المطبخ، يعني في أشياء جميلة تقدر تكسر روتين منها بوجودك في حركة ذكية. كيف؟ أنشأ منظمة. من هو؟ رئيس البلدية. منظمة إيش الله يستر؟ منظمة مسؤولة عن عمال القرية، وهالمنظمة هذه لازم نسمع منها وش أهدافها. وانا يهمني وش اللائحه اللي تقودها. هو صالح معنا، بس في قبل ما بناخذ صالح ومفلح وبندر ومعهم فارس، قبل ما ناخذهم صار في موقف اليوم، الطفل اليتيم اللي دخل على الهواء، وهو دخل ترى خصيصا لمحمد عثمان، وكانت مبادره لمحمد عثمان. مؤسف. ايش اللي صار؟ مؤسف والله. مؤسف. ايش يعني؟ شوف لازم نوزن مزحنا بوزن، واتوقع ان هذا الكلام يفهمه الجميع، وما ابغى ازيد على كذا. طيب علي، انا اقول كل شيء كان تمام مع الطفل الين دخل بعض الشباب الله يسامحهم وافجع الطفل. ترى بالاول والاخير يا شباب، مزحي معك كشخص غير عن مزح طفل. يعني الطفل كان ماشي مع محمد عثمان ضار رحين وراء ركن القصيم، فجاه ارجع يعني ما هو وقتها يا وائل انك تسوي الان ابو كاتم الان قدام طفل وتقعد تنافق وترفع صوتك. طب طفل بالاول والاخير ما يفهم انت ايش تقول، ولا يعرف انت وش فهمك وش قصدك عليه، فما يدري. فانت لما تتكلم عنه وا فصعبه جدا. حاولوا يوقفوا بعض الشباب، ما وقف، استمر بالفكره. لما بدا يبكي الطفل فجاه انفجر ينبوع الحنان من الشباب كلهم. خلاص خلي واحد دقيقه، الشباب ما لهم ذنب، ذنب اللي يخطا. دقيقه خلاص، لما يبكي الطفل ويصير عنده رهاب ويصير عنده خوف لا يتجمع عليه 10، مستحيل راح يتقبل 10. واحد هو جاء عشان محمد عثمان، خلاص خلي محمد عثمان يتفاهم معه، الكل انسحب روح جلسه ثانيه خلها، ممكن يجي عليك لطف الجو نوعا ما، لكن لا تتجمع عليه. اشكر الشباب اللي راحوا له، بس حاول انك تفهمها، لا تروح له، هو جاي لمحمد عثمان، تجي تكسر روتين كامل. يعني انت وائل خربت ابو الفكره كامله. هو مثل ما ذكرت انت، بعدين ترى مو اخطا اللي الطفل، مو بخطا اللي فزع الطفل، اخطاء اللي فزع الطفل واخطاء اللي سكتوا على الموضوع ده. يا اخي معليش، احنا رجال 10 15 16 واحد نقدر نقول معليش وقف الله يعطيك العافيه اخونا وحبيبنا، بس معليش اسحبك بطريقه ذكيه واروح، بس ما اشوف المشهد قدامي واقول لو أوكي. ما استطعت بطريقه ذكيه يعني خلاص يعني يا ادمي. اعطيك مثال، امس لما احنا تكلمنا عن موضوع الحزازات والاختلافات اللي بين الشباب، جو ثلاثه او اثنين من الشباب بادروا هنا وقالوا لا، دافعوا عن الشباب، بادروا يشكرون عليها، وهذا نوع من انواع تحمل المسؤوليه. وينك؟ هذا اولى اللي مع الطفل. هو ترى مثل ما ذكر علي، دخل الطفل مع محمد وكانوا ماشيين متجهين جهه الديوانيه، ودخولهم جميل ولطيف، ثم بعدين سحبهم وائل وراحوا وجلسوا هناك. طبعا اصلا حتى الطفل لما تجمع عليه شباب وكبار ترى الموضوع يخوف. يا اخي انت الان لما تدخل بيت رجل ضيف انت عليه بتكون مستحي وخايف لا تحرك الطاوله يطيح فنجان، وخايف لا تسوي شيء بالكلب لا يروح فيها الجلسه. طفل ما يدري داخل في مكان برا الرياض 17000 كيلو يا اخي، وش ترى وعند 30 رجال على الهواء، ما يدري يعني جالس هنا اليوم يحوم عند السجن ما يدري وين يروح، يبغى يطلع، راح المسرح يبغى يطلع، ابغى اروح ابغى اجي. الين الحمد لله استطاع محمد عثمان بيض الله وجهه وشكرا على
البادر الجميل وعلى اللطف اللي جلست عليه، بالرغم ان بعض الشباب والله ان ما لهم ذنب في انهم فزعوا الطفل، بس حاولوا انهم يسكتوه، بس انه مهما كان لا يجي 4 5 3، خلاص حاول انكم تسووا. محمد عثمان اتقن لبه، اتقن محمد عثمان هذا الدور، يعني قدر يتعامل مع الطفل بطريقه جيده صح؟ ما قدر، تدري ليه؟ محمد عثمان ما قدر، او محمد كان بيتعامل معه، اول ما بدا سحب هناك، بعدين يوم بكى ما قدر يسيطر. يقصد في البكاء انه حاول، يعني حاول محمد اكثر واحد عمر قرب من عمر الشباب. عمر كان يعني نوع ما، يا ليتهم دخلوه عند الرعاه واخذوا له لبس عن البرد ودخلوه الساعه، كانت هذه الفكره اصلا انه يدخل يمر كل المحلات، وكنت جالس والله مع العامل في ركن القسم، قال كنا مستعدين نعطيه اللي يبغى من جوا، كنا مستعدين، وكم ايضا مرحبين كارديال والدخيل، كنا مستعدين تحت امره باي شيء. شباب ما نعذركم، ما نعذركم لان الطفل هذا يرجع مره ثانيه القريه وتسوون له حفل كامل للطفل ذا، ما نعذركم ابدا، لان ما في حل ولا احد يرفع صوته ابدا ابدا. نبى الطفل ذا يرجع مره ثانيه وسووا له حفل، ايش رايك هاني؟ ما احنا كذا يستحق. طبعا اتوقع ان هذا الموضوع يبغى له علاج، بس وشوف البرنامج مدرسه بس، وهذا شكل من اشكال الخطا اللي انا ما اتوقع انه في احد بيطلع الحين يقول لا احنا ما اخطينا والطفل كان غلطان. فاحنا الان الا ها كان غلطان الطفل كان غلطان ايه؟ ولا الشارع كان على خطا الشارع؟ لا الشاهد فانه ما اتوقع انه في احد بكابر في هذه، ولا اتوقع اثق ثقه تامه واحلف بعد ان الشباب ما كانوا يقصدون يروحونه، هي تصرف خاطئ، مثل ما انت الحين ممكن تمزح مع والد اخوك وتبكيه، فاحنا نعذرهم ونتمنى منهم يقدمون مبادره هذا الطفل ان شاء الله، واتوقع انهم قدها. طيب بنطلع تقرير وبنرجع مرة ثانية سم. تقرير بسيط وقصير ونرجع لكم. أديم الصلاة طيب معلش في عطل فني بسيط، لكن احنا بنتكلم عن فقره زد خيرك اللي صارت اليوم، وانا اشيد بالشباب واقول جزاكم الله خير يا شباب من تبرع، تروا في ميزان حسناتكم. اليوم ذكر اخوي ناصر في وحده تواصلت معنا وتبرعت بمبلغ اليوم تركي، جزا الله كل خير، وكانت يعني متاثره بما يقدم هنا في القريه، شكرا لها والله يكتب اجرها ان شاء الله. طيب نشوف التقرير، رجع ابشركم ونرجع لكم. أديم الصلاة على الحبيب فصلاته نور وطيب. حياكم الله. يا مرحبا بالحبايب اللي حضر واللي غايب، مرحبا بالحبايب أهلا بهم شرفوني. جعل العنوان حلقة تأمل وتدبر، إيش نتأمل؟ إيش نتدبر؟ أيها الناس أسلكوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. لماذا؟ لأن سلوك الصراط تصل إلى النهاية السعيدة، كما قال الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وما أعظم التأمل والتدبر في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهما والله أعظم طريق للوصول إلى رحمة الله وإلى رضوانه صلى الله عليه وسلم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. إله العالمين وكل أرض ورب الراسيات من الجبال، بناها وابتنى سبعا شداد بلا عمد يرون ولا رجال. مرحبا حياكم الله، اشكر الاخوان في الاعداد، واشكر اخوي ناصر الغامدي، واشكر المجموعه اللي جات من مكه، الشيخ احمد والشيخ عبد الواحد مغربي وفيصل لبان، جزاهم الله خير. علي زد خيرك. خلنا نتنفس من الماء. الله يطول عمرك. انا اقول
جزاهم الله خير. مثل هالفقرات والله اللي نفخر فيها ونسعد فيها ومشاركة الشباب ووجودهم وبالخير اللي يقدم في هذه الفقرة. شكرا ناصر الغامدي على الإبداع والتألق والتنوع في الضيوف، التجديد في طرح الفكرة في كل أسبوع. الجمعية تتميز ما شاء الله تبارك الله في كل أسبوع بأفكار جديدة وجميلة وملاحظات أفضل وأفضل من الفقرات اللي يقول ما شاء الله تبارك الله يشار لها بالبنان. جميل بالبرنامج. هاني أثني على كلامك، شكرا فعلا فريق الإعداد وشكرا للأستاذ ناصر على التقديم. بس الصوت هذا صوت شجي فيصل لبان والمغربي وعبد الواحد مغربي ما يحتاج عبد الواحد علم على راسنا من دخوله صوت صوت شجي وجميل وصوت يذكر بمواقف قديمه يعني. طيب وانا اتوقع انه طفوله كثير من الناس. جميل. وانا خليني اشكر الشباب اللي يتابعوني واشكرهم لان صراحه مع كثره الفقرات قلت يا الله يا رب انك تستر لا يطفشون يقول ما بنروح زد خيرك، لكن مو تفاجات الا يعني الحمد لله انهم دخلوا الفقره وكانوا ايضا متفاعلين. شكرا يا شباب الله يعطيكم العافيه. محمد عثمان يا ليت تدخل معنا في الكونفرنس روم بندردش معك شوي. وين صالح الزهري جاء؟ صالح الزهري ليتك تكون موجود لان صالح مع البلديه صح انه قاعد ينجز بس انه يختفي كثير. انا اقول صالح اليوم تقديم الفقره اللطيفه هذه وتكريم للشباب وترقيتهم على كلامه قبل شوي فانه كيف لبسوا الوظائف جدا جميله يعني لو قدم شيء اليوم اتوقع صالح يمكن انفجروا الشباب فيه. لا خلاص انت قدمت اليوم فكره جميله لطيفه خفيفه على الشباب مجبرا اصلا انك تقدم اليوم التوظيف تعطي الشباب الوظائف فجميله جدا فكرته اداء جميل لطيف بما انه هالايام في ضغط فقرات لابد ان يكون هادئ نوعا ما. جميل. محمد عثمان صباح الخير. حياك الله. صباح النور. حياك الله انت. يا هلا والله شلونكم طيبين ان شاء الله. شخبارك محمد؟ الله يحفظك يا رب. محمد في جزء كبير من شخصيتك عجبني. ايوه تفضل. ايش هو الجزء اللي هو انك محمد يعني ما شاء الله تبارك الله ثقتك بالله وثقتك في نفسك واستعدادك الذاتي انك تواجه الناس بشيء ما لك ذنب فيه. الحمد لله هذه تعجبني. الامر الاخر اللي قلت لك عليه محمد انت اعطيتنا عنوان عرض كن متفائلا وكن منجزا. انا ودي انك تكون متفائل ومنجز ونبعد عن هالموضوع فيه كثير من امورنا ان شاء الله. سمع محمد ان شاء الله. الله يحفظك. انا اليوم تشرفت بزياره اخوي وليد احد الايتام المحتضنين لدى الاسر الحاضنه. طبعا مؤسفه صراحه المواقف اللي صارت اليوم. انا جدا مستاء بامانه ولا اخفي استيائي بشيء ما تصورته ولا توقعته بعض ردود الافعال من بعض الشباب. الله يصلحهم ويهديهم. هم محمد يمكن بعضهم ما يدري الموضوع اخذ يعني عفويه كذا عاديه ما يدرون ترى اتس اوكي. بس لما يقال انه هذا ضيف لمحمد ولما المساعد يفصح ويقول انه هذا يا شباب من الايتام وياتون يعني خلاص اتس اوكي. انت حنون انت ما شاء الله عندك عطف كبير. خلاص يعني الولد جاي زياره لمحمد عثمان انت شفته يبكي في الاخير لما يشوف عشره حوالينه ما راح يكف عن البكاء. اثنين انا كنت ساحبه باخذه معي نتمشى انا وياه بدخله على حلويات ركن القصيب ياخذ له بعض الحلويات ياخذ له ملابس ولكن للاسف بالفعل انا مستاء اليوم من اللي صار. انا جلست انا والطفل بعدين اقاربه كانوا يقولون انه الولد كان يشوفني في التلفزيون كان يقول ابغى ازور محمد عثمان هذا فضل من الله عز وجل وانا اشكر الله عز وجل أن بعض اخوتي يراني بالنسبه له شيء عظيم. دورك محمد الان انك تعدل الخطا اللي صار. ايش بتسوي؟ والله انا حتى كنت اقول لهم احنا نتشرف فيكم انكم تدخلون معه ولكن ان زادت الامور يعني اوعدونا بزياره ثانيه يكون فيها الامور مرتبه اكثر. اتمنى انك تصر على هالموضوع. اي اكيد باذن الله. في صوره اخرى حدثت خلف الهواء ما ظهرت. اسمعني بقول لك شيء. تفضل. احنا خلصنا موضوع الطفل. اي لا الصوره اللي خلف الهواء انه وائل خواجي اليوم جاب ملابس محمد ايه؟ محمد اللي خلف الهواء هل يهم احد؟ لا هو يهم لانه حاجه حسنه. طيب انا بظهر صوره بات. حسنه صارت. وائل خواجي اليوم راح جاب ثلاث ملابس او لبسين من جويلز واعطاه للطفل وفرح الطفل وكان يبتسم ويا ليت ابتسامته ظهرت على الهواء اللي يشوفها المشاهدين. اهم شيء انها ظهرت في قلبي يا رجل. هو وائل الخواجي كان متفق مع راشد بيسوون فقره تقليد ابو كاتم ايه؟ ثم يوم جاء الطفل تفاجأ فيه فصار في صح ممكن صار في تضارب. وعموما يعني انا بس اقول لك مستاء ولكن لعلنا نعذر الشباب باللي صار. وانا بقول لكم صوره حسنه من اللي صار خلف الهواء ترى الطفل
راح لبيته وهو مبتسم وكتبت له ورقة وحطيتها في جيبه قلت اقراها في البيت، كنت كاتب فيها وليد انا احبك. بيض الله وجهك. فان شاء الله خير وان شاء الله الامور تمام. يعطيك العافية يا محمد. الله يحفظكم يا رب. يعطيك العافية يا بطل يا وحش حبيب. والله العظيم والله يا محمد انك الان مثلت يعني مثلتنا كلنا خير تمثيل. الحمد لله. محمد انت حاجة عظيمة والله يا محمد. الحمد لله. الله يعطيك العافية وننتظر منك المزيد. وترى لنا بنشد عليك ما عندنا فيك شيء. ابد بنشد عليك لان ان شاء الله تقدم الشيء المأمول. صحيح صحيح بالفعل. اوكي. يعطيك العافية. الله يحفظك. علي. ننتقل سيدة. إلى. صالح الزهيري إذا قريب تعالنا في الكون في شروق. فقرة محمد المسعود. حلو. أنا اليوم اصدمت يعني. عمر وبندر وجهان لعملة واحدة. يعني ما اتوقع يوم من الايام يكون بينهم خلاف يعني هذول اخوان واشد من اخوان. فلما شفت المشهد ما توقعت مستحيل هذول يتهاوشون والله والله صراحه بغيت ادخل على شكلك انت وش تهاوشون انتم اثنين اكبرهم تهاوشون بعد. فجدا جميل الفكره اللي قدمها محمد مع بندر وعمر الله يعطيهم العافيه. محمد ما زلت اقول متعلق في البرنامج ويمشي بخطوات ثابته جميله وسهم صاعد في البرنامج وفي برامج الواقع. يعطي العافيه يا صالح. وصلت يا صالح؟ ارحب. صبحك الله بالخير يا صالح. صبحك بالنور. ارحب يا ابو فزع. شو اخبارك؟ طيب الله يطول عمرك ويسلمك. ابو شوق يبغاك في موضوع. سامي ابو شوق عدوك يسم طال عمرك حبيبي. ومحمد ها لبيه بيت حاج. وش اليوم الابداع هذا ما شاء الله؟ اي ابداع؟ الابداع واجد اختار اي واحد فيهم. ها الله. صالح ذكي في الظهور. بسالك يا صالح عن اليوم سويتوا لجنه لعمال القريه؟ لا مو هي بلجنه راح ان شاء الله بكره نسوي جلسه. ايوه زي ما تقول مركز العمال القريه. حلو. نقعد معهم رئيس البلديه واذا احد بيجي معه من اعضاء البلديه تناقش شؤون الرعيه. يعني سولف ما نبغاهم يحسون انهم ناس منا وفينا. يا سلام. ما في فرق بين عامل، ما في فرق بين متسابق، ما في فرق بين اداري. نشوف يعني سوالف كنا نسولف مع هاني او مع احد من الشباب. يا سلام. شلون جاوا للسعوديه؟ كم صار لهم؟ عرفت نتبادل ثقافات بيننا وبينه زي كذا. يا سلام جميل جدا. وجميله هذه الفقره لو كانت بدون جمعه كل خلق الله يعني تصير مثلا. لا 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 ما راح يكون فيها ناس من برا. يا سلام. لو بالكثير واحد او اثنين من اعضاء البلديه. يا سلام يا سلام. صراحة البداية محرقة، أتمنى أن تكون نهاية مشرقة. الله يطول عمرك. أنا أوعدهم بإذن الله يا بكرة يا بعد بكرة إذا توفرت الأغراض مهرجان مصغر في القرية راح يشوفون شيء إن شاء الله يغير الجو تماما بإذن الله. إذا توفرت الأغراض اللي طلبناها من الإدارة، الإدارة ما تقصروا عليها ضغط كثرة الأغراض دراما فإذا توفرت بكرة بيكون بكرة، إذا بعد بكرة أنت يا صالح الآن في مكانك الصحيح. الله يقدم الله يرفع كل ما يدك كل ما في يدك. لا بد ابشروا بالخير ان شاء الله. يعطيك العافيه هاني. صالح مرحبا. لبيه معك على الغامدي. صالح حبيبي لبيه. هلا باللي دافع عني. بيض الله وجهك. هلا ابو شلونك؟ الله يطول عمرك. اقول ما شاء الله تبارك الله اليوم التسليم عندك ما شاء الله تبارك الله. اتوقع الطويش لو شد حيله ولف عليك. يا رجل اسكت الله ستر علي من الاصابات. التحايا بعضها تلطم على خشم. يا ساتر. انا اقول ما شاء الله تبارك الله خير من اخترت وبالتوفيق وعليك حمل ثقيل لأنك أسبوع الثالث والإبداع لابد أن يكون متجدد وأكثر إبداع. الذهلي أمتعنا بفكرة البلدية، وائل أمتعنا أيضا معك. جروب جميل جدا ما شاء الله. جاكي مع فارس أتوقع الآن تواجد جنبك. أي أبغى يصرف فارس تحية. تقدر تشيل العصبة؟ أبشر بس. لا 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 تكفر إبداك تكفر تكفر. يعطيك العافية يا صالح. الله يعافيك يا أبو فزاع. سم هذه تحية من أفراد البلدية لك. الله أكبر. يعطيكم العافية. السلام يا شيخ. يعطيكم العافيه. شكرا شكرا شكرا. الله يعطيكم العافيه. طيب انا ودي ادردش موضوع محمد المسعود والله ما معنا وقت. بتكلم عنه بقي ثلاث دقائق بس. طيب في موضوع عندي اتكلم فيه. تشخيص ما له حل. في موضوع سم. طيب هذا محمد المسعود يا اخي نجم من نجوم برامج الواقع يقدم نفسه بذكاء. ترى فقرته ما اعلن عنها فقط فشب. وانا اعتقدت ان اللي صار بين بندر وبين عمر حقيقي ويشكرون يا اخي ذكاءه في أن حمل الجميع الرسالة لدرجة أنك صدقت أنه مصير مشكلة وتمثيل ذكي منهم. ويشكر محمد المسعود. يعطيكم العافية. اليوم ظهرت مشاعر الشباب واليوم شفنا بعض الشغلات باستثناء موضوع الفقرات وكثرتها. حنا بنقنن هالموضوع. بكرة إن شاء الله ما نشوف فقرات كثيرة إن شاء الله. الله يعطيهم الصحة العافية. بكرة إن شاء الله نتمنى من المتابعين اللي عندها خادمة واللي عنده سواق أو اللي عنده أي عامل عنده بكرة ستة لغات راح تكون موجودة الصباح. فخليهم بس يتابعونا لأن عندنا دعاء راح يلقون ثلاثة دقائق كل لغة
بيلقون فيها ثلاث دقائق تتكلم عن موضوع الدعوة للإسلام بإذن الله. شبابنا شباب زد رصيدك ستة، أنتم أصبحتوا الآن قدوات وأصبحتوا مؤثرين والكل يتابعكم. في لفظة قاعدة أشوفها أتمنى أنها تختفي، لفظة تباً لك أو تبت يداك. هي جميلة في سياقها لكن خرجت عن سياقها. بس هي تعني الخسران يعني، فما ودي إن بعد حنا نرددها لأن صاروا الأطفال يرددونها. فأتمنى من الشباب إنهم يعني أنا داري إنه يقولونها من مبدأ حسن يعني حسن الظن، لكن أتمنى نبتعد عن الأفضل لأنها صارت أصبحت مكررة. سامي صالح. سلم الله عليك، أنا أسف على المقاطعة، ما أبغى أتركم بشرف. يا صالح سريع تكلم ترى أسمعك. باسم رئاسة البلدية. باسم رئاسة البلدية. اي نعم باسم رئاسة البلدية. يقدر يحضر الطفل يبشر بالعوض، احنا بنسوي له اللي يبقى. يعطيك العافية صالح، شكرا لك. شكرا لك يا صالح، يعطيك العافية. هاني كلمة أخيرة. أنا كلمة أخيرة، تسمح لي أشكر متسابق واحد. أشكرهم كلهم. أنا بلا أشكر واحد. أشكر. أبشكر وائل الخواجي. ممتاز. يا أخي اللي ما يعمل لا يخطئ. وائل هو مثال لهذه الفكرة، وائل يعمل في القرية. يعطيك العافية. علي. أنا أقول شكرا للجميع بالتوفيق، أتمنى يوم رصيدي غدا متفائل وجميل ورائع، ما بقي شيء على البرايم، بودنا واحد. يعطيكم العافية. شباب أنتم لا تكونوا حساسين بموضوع البرايم، لأن البرايم بيخرج واحد وبيبقى 23، يعني نسبة خروجك تقريبا بالنسبة ولا تتعدى 5%. فإن شاء الله تكونوا معنا بكرة، عندنا طيران الرياضي، بكرة عندنا بيت الحكمة اللي هو الدعوة، وبكرة عندنا إن شاء الله أمور كثيرة وشغلات كثيرة. نتمنى الكل يتابعنا، نشوفكم إن شاء الله على خير، ونقول لكم ليالي الشتاء الباردة جدا أدفئوها بركعة واذكرونا بدعوة وتصبحون على خير. الله شتنا الكلمة كذا. زد رصيدك 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 جاي يعيد الذكريات مرحبا واليوم زاد الشوق فينا تاج عز ومجد فخر ومنيات ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا زيد 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 زد رصيدك زيد 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 زد رصيدك يلا 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 زد رصيدك يلا 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 زد رصيدك كل يوم نعيش واقعنا حياة والرصيد نزاد هذا كسب دينا اللي فايلقى وجيه المسفرات يا هلا وهلا الهلا باللي يجينا يا هلا وهلا الهلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا زد رصيدك 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 هات يا